سوريا محمد طبعا هي لقب افضل لاعبه في كاس مصر سوكا، وتكريم خاص من قبل الاتحاد المصري لكره السله. كابتن ايهاب محسن عضو مجلس الاداره للاتحاد المصري لكره السله، وتكريم والصور التذكاريه لسوكا سورايا كيلوباترا. سورايا، ما زلنا مع سورايا والاحتفاليه الالقاب الفرديه. يعني بتمنى من زمايلنا في الاستوديو يعني يرفعوا لنا صوت الملعب عشان نسمع ونستمتع مع الجمهور. وكأس أخرى تقدم، هنشوف لمين. لهاجر عامر كابتن فريق نادي سبورتنج، واحدة من لاعبات المتميزات كابتن هاجر عامر. مراسم زي ما قلنا حضراتكم، مراسم تتويج والجوائز الفردية للاعبات. تلقى طبعا تحية كبيرة هاجر عامر، اسم كبير في عالم كرة السلة النسائية في مصر في السنوات الأخيرة. هاجر تحظى بتأييد وتشجيع واحترام جميع أسرة كرة السلة زي ما حضراتكم شايفين. هاجر عامر وادي نديد سلعوة، وجائزة أخرى من قبل الكابتن عن طريق كابتن خالد الوصي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة. هاجر عامر زي ما حضراتكم شايفين، ونديد سلعوة. أعتقد إن نديد سلعوة، هل هي 3 بوينت ولا مش عارف، يعني هنحاول نعرف لحضراتكم ونوصلها لحضراتكم. لكن جائزة فردية أخرى لنديل سلعوة، وتتلقى التحية كوتش طارق خيري، كابتن كريم إسماعيل، نادو توب سكورر في أحداث الكوارتر الأول والثاني 18 نقطة،